مشاهدينا الاعزاء، اسعد الله اوقاتكم بكل خير عبر شاشه تلفزيون السلام وفي حلقه جديده من برنامج ليش. اليوم سؤالنا في ليش بتعلق في سلوك في صف سيارات المواطنين، يعني السلوك هذا بتعلق عند المواطن نفسه بكيف بصف سيارته. احنا بنعرف انه هذا الخط هو خط يمين باتجاه هيك، لكن نصدم انه في بعض السيارات بتصف في خط اليمين يسار باتجاه هيك. السؤال ليش في بعض الناس، في بعض المواطنين ما بيلتزموا بالمصف بالطريقة الصحيحة؟ ليش ممكن تصف سيارتك بطريقة خاطئة وتغلب السير وتغلب المواطنين اللي صافين بحدك بطريقة منيحة؟ خليكم معنا لنشوف الصور ونعرف الإجابات في الحلقة الجديدة من برنامج ليش. سؤالنا ليش بعض السيارات بتصف عكس السير؟ طبعا بعض السيارات اللي بتصف عكس السير هذا إشي بنم عن عدم الأخلاق اللي جواتهم، لأنه في عندك أبيض وأسود تقدر تصف عليه، ما دام عندك أحمر وأبيض ممنوع تصف عليه، ليش تصف عكس السير؟ يعني جدا جدا هذا الإشي بنعانيه في شوارع مدينة طول كرم كلها، وهذا الإشي لازم ينوضع له حد على الأقصى على الأقل يعني على الأقل انه مخالفة سير. اول شيء غياب القانون، ثاني شيء يمكن السرعة او انه الموظف يكون موظف مستعجل متأخر على دوامه، فيش نظام يعني فيش رقابة برضو على السير، الشرطة يمكن مش ماخذ دوره بالضبط. انا مرات بكون قلة مواقف، مرات بكون يعني قلة وجود شرطة في المنطقة او اللي فيها هاي، مش اكتر من هيك.